بداية أعتقد بأنه من المهم أن ننظر بحذر إلى هذه الأرقام. نعم، هناك علاقة ما بين العراق وإيران في مجال الطاقة، ونسبة 40% يمكن أن يساء فهمها. إيران لا تقدم 40% من الطاقة الكهربائية إلى العراق، وإنما ما تقدمه إيران هو 40% من استهلاك الغاز المجمل للعراق الذي تستخدمه العراق بدورها لإنتاج الكهرباء. ولكن هناك مصادر أخرى تستخدمها العراق للكهرباء، فهي تستخدم مثلا الديزل والزيت الثقيل وللوقود. فبالتالي إذا كان هناك بعض الغاز الذي يستخدم فهو البعض فقط وليس الإجمالي. فإذا نظرنا إلى ذلك فإن اعتمادية الكهرباء للعراق على المصادر الإيرانية تقارب حوالي 15 إلى 20%. وأما هدفنا طويل الأمد، وأعتقد بأننا نشاركه مع الحكومة العراقية، هو تطوير الكهرباء الخاصة بالعراق والبنية التحتية لأجلها، من أجل أن تلبي حاجات شعبها واقتصادها وألا تعتمد على أي طرف من أجل الطاقة، وهو جزء مهم في أي اقتصاد. وأما بالنسبة لنا فأنا أعتقد بأن الطريق الأسرع والأسهل لإنتاج الطاقة في العراق هو التركيز على الغاز الطبيعي، وأنا لست واثقا إلى أي مدى يعلم مشاهدوك عن ذلك. ولكن في حقل النفطي، عندما تكون هناك شركة نفط تنتج النفط، فهي طبيعيا أيضا ستنتج غازا مصاحبا لهذا النفط بشكل تلقائي. في الماضي معظم الشركات كانت تحرق هذا الغاز، كانت تدمر هذا الغاز المصاحب للنفط. حرق هذا الغاز الطبيعي لأنك تحاول أن تحصل على النفط فقط. العراق حاليا هي الدولة الثانية أكبر في العالم التي تنتج الغاز المصاحب للنفط في العالم بأجمعه، فهي تحرق وتهدر كمية من الغاز أكثر مما تصدر مما تستورده الآن من إيران. إذا أمكن العراق أن تلتقط وتستثمر كل الغاز الذي تقوم بتدميره وحرقه حاليا لغير منفعة اقتصادية، ليس فقط ستزيد من الكهرباء التي تضخها للمواطنين، ولكن أيضا التكلفة ستكون ضئيلة. فقط أنت بحاجة أن تدفع للبنية التحتية لالتقاط هذا الغاز المصاحب للنفط ومن أجل إنتاج الكهرباء عن طريق هذا الغاز. وأما الغاز في حد ذاته فليست له تكلفة إضافية لأنه ينتج تلقائيا وحاليا لا يستفاد منه اقتصاديا. الشركات الأمريكية في واشنطن، وقد وصلنا هذا الحوار مع الحكومة العراقية، قد أعربوا عن اهتمامهم البالغ لتلبية الحاجات الكهرباء العراقية عبر التقاط هذا الغاز. والسبب لحرق هذا الغاز كما كان يحدث سابقا لأنه ليس حيويا اقتصاديا، وإنما كان من الصعب ومن المكلف استخدامه على نحو اقتصادي فعال. وأما الشركات الأمريكية هي القائدة في العالم في تكنولوجيا لهذا المضمار، والآن هذا مجد اقتصاديا، وما ثمة من سبب للدولة ألا تلتقط التكنولوجيات التقاط الغاز لإنتاج مزيد من الكهرباء للشعب العراقي، ولكن كذلك لأنها ستقدم منافع بيئية. إذا كنت تحرق في جنوب العراق والبصرة حيث يحرقون الغاز في حقول النفط، فأنت ستجد كما من التلوث الهوائي والمائي والذي يؤثر سلبيا على المجتمعات التي تقطن هذه المناحي. ولكن بإدخال هذه التكنولوجيات الحديثة هذا لا يمكننا فقط من إنتاج الكهرباء، وإنما أيضا تقليل المخلفات وتحسين البيئة والمناخ لمن يعيشون في هذه المناطق. فإذا نحن نعمل مع وزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء وشركات الأمريكية القائدة لجلب هذه التكنولوجيا والتعاون مع مجال إنتاج النفط العراقي الحالي.